هللويا النساء بكرنا سبقنا الفجر والأطياب يحملنا يقصدنا القبر وفينا الباب أبصرنا الصخرة يعلوه شاب حاملا بشرى قال غنينا اطربنا انشرنا السلام هيا هرعنا بشرنا مسيح قام هللويا حقا حقا قام ملك شميون حصولا خلدا احطينا له آلوه قابل قربون خن ترحم علينا باصلوطه الله معكم اخوتي نحن بالأحد الثالث بعد القيامة يلي هو نتأمل بتلميذي عماوس يلي حالتهم تشبه حالتنا اليوم بهالرجا يلي الرب زرعه بنفس التلميذين وبقلوب الرسل نحن كلنا ثقة اليوم إنه ما بقى نتأخر بهالوباء ونرجع نلتقي مع بعضنا البعض نكون كلنا سوا بالكنيسة هون ولكن من هلأ لهيدا الوقت نشترك سوا بهالذبيحة على كلنا وياكم وحتى الرب يعطي الحكمة لكل المسؤولين بوطننا وبالعالم حتى نخلص من هالوباء بأسرع وقت ممكن وبالرجاء المسيحي اللي الرب أراد أنه نعيشه نقدر نجاهد بعالمنا بمجتمعنا وبعيالنا حتى نقدم شهادة حقيقية لإيماننا المسيح على كلنا وينا نشترك سوا المجد للأب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين أهلنا أيها الرب يسوع بنعمتك ومراحمك الغزيرة أن نمجد قيامتك بقلب نقي ونحتفل بانتصارك على وقع نغم مقدس ونحدث عن قدرتك بلسان طاهر فنشكر محبتك ونسجد لك هاتفين المسيح قام حقا قام لك المجد ولأبيك وروحك القدوس لنا وإلى الأبد آمين السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر برخ مربون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الحي الذي لا يموت الذي أحيا براياه بصلبه وخلص بيعته بقيامته وفرح رعيته بنهوضه وسيفرح ميراثه بظهور برخمه الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا وإلى الأبد
آمين. إياك نعبد وإياك نحمد أيها الابن الوحيد، يا من نزلت إلى ظلمة القبور فأتيت في مثوى الأموات عجبا، عتقت الأسرى بقيامتك وأيقظت بصوتك الأبرار والصديقين الراقدين في سبات الموت، وجمعت الشعوب يعبدونك ويكرزون بخلاصك مهللين هاتفين. أمس الأول صلب الملك وعانى الألام، واليوم تحقق الظفر بقيامته. أمس الأول فتح الرمح جنبه، واليوم فتح العماد بحنانه. أمس الأول كلل بالشوق، واليوم زين بيعته بإكليل البهاء. اليوم يوم البهجة بالقيام، اليوم يوم الفرحة لجميع الراقدين على رجاء القيامة. اليوم تعيد البيع ويرتل أبناء والمجد على عطر البخور قائلين: كما خلصتنا بألامك يا صانع الحياة، وأحييتنا بقيامتك، جدد بنعمتك رسمنا، ألبس أجسادنا قوة الروح، فنتلألأ بالحلة المجيدة ونراك في النور أيها العريس الحق. وبنعمتك أهلنا وجميع الموتى المؤمنين لملكوتك السماوي برخمو ربون. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. هبي يا بنت الشعوب، مجد الآب المحجوب، نقاقي خطيبة لابنه الفادي المحبوب. إذ تم الدهر المحدود، نال جسما من عذراء داود. الصلب القاسي عانى حتى يفتي الإنسان عن يمن الآب، حل في عرش السماء. نور الحي قد سرى للعلا عما أهل دنيانا. اليوم الدنيا تطرب بالمجد، قد قام الرب ابن الله بالبهاء فوق قوات العليا. والبيعة بالنجوى تلقى الابن مذبوحا حيا، وهو أمسى قوتها دمه روحا يشرب. يبقى في فيها القوت الأشهى الأطيب حتى تلقاه جذل الدهر الآتي في ملك السماوات. الله القبر فجر، قام والدنيا نور، قوات السماوات في رجات الأصوات، إنشاء دنيا
العرش القدوس قدوس قدوس الله الآب الأمجد أرسل ابنه الأوحد في ملء الأزمان كي يجدد الإنسان داس الموت واحتل عرش البهاء في الأرض وفي السماء. نشكرك يا حمل الله الذي ذبح عنا ونسجد لك يا بخور الغفران الذي قربنا إليه فأغنانا بميلاده ونقانا بعماده وقدسنا بصلبه وأصلح بيننا وبين الآب بقيامته ورفعنا بصعوده وزيننا بمواهب روحه. تقبل يا ربنا بخورنا وانفحنا بطيبك العذب كل حين فتفيض ألسنتنا بشكرك الآن وإلى الأبد. آمين. قديشة تلوه قديشة حيل تلو قديشة لميوتو شي حطكم من بيت ميتة رحم علي قديشة تلوه قديشة حيل تلو قديشة لميوتو شي حطكم من بيت ميتة رحم علي قديشة تلوه قديشة حيل تلو قديشة لميوتو شي حطكم من بيت ميتة رحم علي أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. آمين. ربي نشدك الشكر في قدس هذه الذكرى فلتفرح كل الأقطار قام فدينا الجبار عمت بشرى السلام فلتفرح كل الأقطار بعد هول الآلام قام فدينا الجبار ربي يا من تقبل قدما خدمة الأبرار يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموتاوس وبارك يا سيد المجد لربنا سيد بولس والرسل والتحل بركة الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية وجميع الذين يشاركون معنا من الآن وإلى الأبد يا إخوتي وأنت يا ابني تذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات وهو من نسل داود بحسب إنجيلي الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمجرم لكن كلمة الله لا تقيد لذلك أصبروا على كل شيء من أجل المختارين ليحصلوا هم أيضا على الخلاص في المسيح يسوع
مع المجد الأبدي. صادقة هي الكلمة، إن متنا معه نحيا معه، وإن صبرنا نملك معه، وإن أنكرناه ينكرنا، وإن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لأنه لا يقدر أن ينكر نفسه، والتسبيح والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا، هو ذا اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك. يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. بإنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. قال لوقا البشير: في اليوم عينه كان اثنان من التلاميذ ذاهبين إلى قرية تدعى ماوس، تبعد نحو 7 أميال عن أورشليم، وكانا يتحدثان بكل تلك الأمور التي حدثت. وفيما هما يتحدثان ويتساءلان، إذا يسوع نفسه قد اقترب منهما وراح يسير معهما، ولكن أعينهما أمسكت عن معرفته. أما هو فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتحدثان به وأنتما تسيران؟ فوقفا عابسين، وأجاب أحدهما واسمه كليوباس، فقال له: هل أنت وحدك غريب عن أورشليم فلا تعلم ما حدث فيها هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال له: ما يتعلق بيسوع الناصري الذي كان رجلاً نبياً قوياً بالقول والفعل قدام الله والشعب كله، وكيف أسلمه أحبارنا ورؤساؤنا ليحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه، وكنا نرجو أن يكون هو الذي سيفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله فهذا هو اليوم الثالث بعد تلك الأحداث. لكن بعض النساء من جماعتنا أدهشننا، لأنهن ذهبن إلى القبر عند الفجر ولم يجدن جسد يسوع، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة تراءوا لهن وقالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوه هكذا كما قالت النساء. وأما يسوع فلم يروه. فقال لهما يسوع: يا عدمي الفهم وبطئي القلب عن في الإيمان بكل ما تكلم به الأنبياء، أما كان يجب على المسيح أن يعاني تلك الآلام ثم يدخل في مجده؟ وفسر لهما ما يتعلق به في كل الكتب المقدسة مبتدئا بموسى وجميع الأنبياء.
واقتربا من القرية التي كانا ذاهبين إليها، فتظاهر يسوع بأنه ذاهب إلى مكان أبعد، فتمسكا به قائلين: امكث معنا، فقد حان المساء ومال النهار. فدخل ليمكث معهما، وفيما كان متكئاً معهما أخذ الخبز وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، فإذا هو قد توارى عنهما. فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا مضطرماً فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويشرح لنا الكتب. وقاما في تلك الساعة عينها ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الأحد عشر والذين معه مجتمعين وهم يقولون: حقا إن الرب قام وتراءى لسمعان. أما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفا يسوع عند كسر الخبز. حقا والأمان لجميعك. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. هل أنت وحدك غريب عن أورشليم فلا تعلم ما حدث فيها هذه الأيام؟ أخوتي بالمسيح، أنتوا يلي عم تشتركوا معنا بهالذبيحة الإلهية من محل ما أنتوا، والرب أكيد بيقبل. إلهنا يلي عم نتعرف عليه كل مرة بكل حدث دعوة لنا حتى نتعرف عليه ونلتقي فيه، مثل هالتلميذين من محل ما أنتوا، بهالمشاركة الروحية، بهالمناولة الروحية. طبعا أخوتي، ونشكر الله على كل وسائل الإعلام وكل الأشخاص يلي عم يتعبوا حتى يأمنوا هالقداس لنقدر نشارك سوا الوقت يلي رح نرجع نلتقي فيه. مثل ما قالوا هالتلميذين ليسوع: أنت وحدك غريب عن أورشليم ولا تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام. نحن كمان بطبيعتنا البشرية قدام الأحداث يلي عم نشوفها وعم يشهدها عالمنا، يمكن نتساءل مثل ما تساءل هالتلميذين: هو يلي كان ماشي معهم قدام هالأحداث اليومية، نقول له: أنت وحدك غريب عن أورشليم. طبعاً أخوتي، يسوع يلي مشي مع التلميذين هو ماشي معنا، ولكن مثل هالتلميذين تركوا أورشليم وراهم وراحوا. طبعاً كان عندهم أنه النسوة قالوا عن قيامة يسوع وكأنه بعد ما كانوا مصدقين. ذات الشيء الخوف والقلق اليوم هن سيد الموقف قدام كل يلي عم تعاني المجتمعات من جهل للمصير وكأنه ما في أفق للحل، بين يلي عم يلوح فيه أسياد هالعالم وبين يلي بيقولوا الرب في فرق شاسع. الرب بيقلنا: ثقوا أنا معكم. نحن منقول له: أنت وحدك غريب، مش عارف شو عم يصير. نعم أخوتي، قدام الواقع الملموس يلي عم يتحكم في بعض تجار هالعالم، محل ما في فساد، محل ما في غش وثروات إذا ما قارناها بالفقر المدقع، بالنقص بالمواد الأولية، بانكماش بالأسواق مع غلاء صار بيرعب المجتمع بأكثريته، الارتفاع بالدولار مقارنة مع العملة اللبنانية. وين منقدر نترجم كلام الرب: ثقوا أنا معكم لا تخافوا؟ وكأنه بصح الكلام البشري: أنت وحدك غريب عن أورشليم. كرمال هيك خلينا نندهله ونقول له مثل ما قالوا له هالتلميذين: أمكث معنا فقد حان المساء ومال النهار.
نخشع كلنا سوا أخوتي قدام القداس الأول بعد الأيام يلي هو اللقاء مع تلميذي عماوس. نتذكر كل يلي عمله الرب من أجلنا، ومنجتمع مع تلميذي عماوس بهالإيمان يلي الله غرسه بقلب بشريتنا الضعيفة حتى تقدر توقف وتثبت وتعيش حياتها على هالأرض وهي عم تتطلع للرب يلي هو بيحقق مواعيده، طبعا حتى يتحقق لقائنا في يوما وجها لوجه. هو إلهنا ومخلصنا، نكون بانتظار. أمين. نعم أخوتي، الرب عمل هالميدي حتى تكون سر وحدتنا معه، حتى تجمعنا فيه، حتى تكشف لنا الإيمان الحقيقي وتثبته. ميدة الكلمة يلي شفناها بإنجيل اليوم قبل ما يقولوا له امكث معنا فقد مال النهار، من بعد ما شرح له الكتب المقدسة يلي بتخبر عنه ابتداء موسى حتى وصل معهم للصلب، مشهد الصلب. ميدة الكلمة أكيد شفيت جراحة التلميذين، لهيك طلبوا منه يبقى معهم، وهيدا بيكون مصير كل إنسان بيرغب التتلمذ ليسوع. كلمة الله بتعزيه وبتفرحه. ميدة الكلمة يلي هي القسم الأول من كل قداس من قدس، حتى نرجع ننتقل للكسر الخبز، ذبيحة الشكر، الخبز المكسور، جسد الرب المبذول من أجلنا ومن أجل خلاص البشرية، الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يجوع. هيك قال لهم: أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكل من هذا الخبز فلا يجوع. نعم أخوتي، هالميتين يلي عملهم الرب يلي هني الإفخارستية بغزوا إنسانيتنا لتقدر تعبر وسط كل يلي عم تعيشه أو عم تفكر فيه. وهيدي الدعوة لنا يومياً، منقول له أمكث معنا. كل واحد مؤمن بيصليها وبيعلن هيك عن إيمان بيسوع المسيح المخلص، ومثل ما قال لهم للرسل وقت يلي وداهم: ها أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر. هذا جواب الله دائماً للأشخاص يلي بيتقوا الرب وبيؤمنوا فيه حتى يطمئن نفوسهم. نعم أخوتي، بين الكلام البشري يلي قالوه التلميذين أول شيء، وبين كلام الرب يلي طمئنوا نفوسهم، دعوة لنا للإيمان. كشف الرب من خلال هالتلميذين الطبيعة البشرية، وبذات الوقت من خلال يلي عايشوا معنا كشف لنا كمان عن إنسانيته الكاملة من خلال يلي قاله وعبر عنه وعاشه حتى الصليب لنوصل للقيامة. طبيعتنا البشرية أخوتي مدعوة لتتعلم وتمشي على خطى الرب القائل: تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب. كونوا لي تلاميذ احملوا نيري، بقلنا لنرجع للبدايات، بدايات الخلق، الطبيعة البشرية اللي عاشت بسلام مع الخالق وعرفت تمجده من خلال مخلوقاته. هو يلي انحنى على جراح البشرية ضمضها. أمكث معنا فقد مال النهار. مكوث الرب مع البشرية كان وبعده. هو الإله والبي الحنون يلي ولا مرة عمل البشرية بحسب عصيانه، إنما بحسب محبته الأبوية. هل تنسى الأم رضيعها بإلنا؟ أنا لن أنساك يا إسرائيل. فإذا أنا بفكر الرب منذ الأزل، هالإله يلي عم يفتش دائماً عن الضائع حتى يرده للبيت الوالدي. خلينا نتأمل أخوتي بكل يلي عاشته الجماعة الأولى واختبرته، ونحطها قدام عينينا ونستلهم الروح القدس حتى قدام الواقع المتأرجح، قدام الأفق المسدود باللي بيبين لنا، قدام عدم الرجاء بحسب المفهوم البشري. خلينا نطلع ليسوع الحاضر، وكان حاضر وسط الجماعة، كيف اختبرت هالإيمان وانتشرت بالعالم كله وحامل بشرى الخلاص. طبعا أخوتي، نحن بطبيعتنا البشرية بدون الاتكال على نعمة الله منقشط، ولكن بقدر ما منرتوي من نعمة جسد الرب، منرتوي من كلامه، نحن منروح للإيمان الحقيقي. طبعا رح يضل بواقعنا البشري في قلق، في خوف، وقت يلي منعتمد على كل شيء ملموس، هالمحسوس يلي دايما بنسينا اللامنظور، بنسينا الروحي، وكأن نحن عم نجتزئ الشيء الأساسي بحياتنا
حتى ما نكتمل بالطبيعة البشرية. لقائنا اليوم أخوتي بالمسيح بهالذبيحة بقوينا بهالحوار العميق يلي دار بين الرب يسوع وبين هالتلميذين، حتى ياخذنا أبعد أبعد، لأنه مثل ما قالوا له كنا نرجو، نحن اليوم نرجو ونحن أكيدين من يلي قالوه النسوة، من يلي قالته الجماعة الأولى، من يلي قالوه الرسل وأعلنوا للعالم كله أنه المسيح يلي أنتوا صلبتوه مات وقام، ونحن شهود على ذلك. نعم يا رب، أعطينا نعمة الثقة بكلامك حتى نتغذى منك ونرتقي ونرتفع لمحل ما بتدعينا. ومثل ما قالت لبولس بتقول لكل واحد منا تكفيك نعمتي. نحن نرغب يا رب نمشي على طريقك حتى نآمن أنه أنت حاضر. نحن يمكن يلي بعدنا غايبين عن أورشليم السماوية، أعن قلة إيماننا حتى نعرف نجتاز هالصعوبات وهالأزمات، وأنت قدام عينينا وأنت قوتنا. إلك المجد مع بيك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. أمين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. يتلوت مدبحي دلوه والوت دلوه دم حاد طليون وينو بسوغ الطيب وطوخي عول البيت وخسغود بهيك لوت قوت شو دي حلتوخ موريو دبارين وبزادي كوتوخ آلفين صلاة علي مات المراد قالو هن قابل قربونو خون اترحم علين باصلو هللويا قال الرب إنني الخبز الموحي لاتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائل، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم سيدة المعونات، ومار مارون ومار شربل والقديسة رفقة والقديس نعم طلّة، والشهداء الطباويين المسابكيين والطباوي يعقوب الكبوشي والأخ اصطفان نعمة. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات،
أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، ونخص قدامك يا رب كل أبناء رعيتنا الحاضرين والغيبين، خاصة بهالشوق يلي موجود بنفوسهم لنرجع نلتقي مع بعضنا البعض. بهالرجاء يا رب نحن متكلين على نعمتك، على مواهبك يلي وضعتها بهالبشر حتى يقدروا يلاقوا هالعلاج، وعلى كل النوايا اللي بقلب كل واحد منا. بنذكر كل هالأشخاص يلي سبقونا لقدامك، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. امين. عليك السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل، يا والدة ربي الأزل، وهي بتول لم تزل. أنت الغنية في النعم، ونحن بنوك في عدم. فرقي لنا عند الندم، فمن جاءك لنا الأمل. نافور رسل 12. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح. يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم
ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس 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 أنت الرب القوي السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم هوشعنا في العلا في العلا قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هود أقدم حشودي لمعبد حيي نسى باللحم بدا وقديش طول وبارخ وقادش وقصو يا بالتلمدا وكدوما ساب أخول منه كل خون هونو دنيتاو فغرو الدين تحلوف يكون وحلوف ساقية ما تقسي وما تهب حصو يتحوب والحاية العلم علمي آمين وخانوا عالكوس ودمزغوا من حمر من ما يبارخ قادش ويا بالتلمدا وكدومار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتاو دمو الديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتهب حصو يتحوب والحاية دا العلم آمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان
فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي، وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا، ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيري يا ليسون، كيري يا ليسون، على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار بولس مطراننا، وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب، يا رب ارحم، اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان، واستفانوس رئيس الشمامسة، ومارمارون ومارجرجس. أشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهبنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهبنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب، يا رب ارحم. أنا معكم إلى انقضاء الدهر. نعم يا رب، نذكر قدامك كل عيالنا، كل رعايانا، حتى ما حدا يحتاج، وتكون الجماعة كلها عم تكون حد بعضها البعض. وبذات الوقت دائما نطلع
لإلك، يكون سجودنا لإلك وعبادتنا عبادة حقيقية حتى نعرف نتخطى هالأزمة بهالرجاء يلي زرعته فينا، ونعرف إنه الأيام ما رح تضل هيك، نعرف إنه وراء هالغيمة السوداء رح يكون في الغيث، رح يكون في المطر، رح يكون في الانفراج. كنا دائما نتطلع يا رب بهالأمل وبهالرجاء اللي زرعته فينا بقيامتك، حتى ما نبقى بظلمة الحياة ولا بالقبور يلي ممكن العالم يحطنا فيها. نعم يا رب نسألك بهالرجاء، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين منتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أمين. إني حبات القمح ذقت الموت كي أحيا، قلبي من طعن الرمح أسقى حباه الدنيا قوتا روحيا حيا. بالمجد يومي آت طالعا من بحر النور، في خفق نصر حي يعلو هامات الدهور، إذ إني نور من يا قربانا شهيا قرب عني، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الإله الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وما مذبح الغافر، وما جسد مخلصنا ودمي المحيي من يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن
وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله. تهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أعترف للرب فإنه صالح، وإن إلى الأبد محبته. أعترف لإله الآلهة فإن محبته. أعترف لسيد السادة فإن إلى الأبد محبته. الذي يرزق كل ذي جسد طعامه فإن إلى الأبد محبته. أعترف لإله السماوات فإن إلى الأبد محبته. أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا.
نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. إليك الورد يا مريم يهدى للمحيي صاح قائلا